صوت شعب. يا مصر صح النوم، معتصمين والحق معانا. تلاتين يونيو مش مجرد ذكرى الثورة، ده تاريخ الشعب المصري كتبه بإيده. آخر يوم يوم الحق، آخر يوم تابل ستة، آخر يوم تابل ستة، آخر يوم. بس إيه اللي خلى الناس اللي انت شايفهم دول ينزلوا بالشكل ده؟ إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري، وما بقاش في حاجة اسمها سلمية. مفيش سلمية، وراه يا علي، وراه وراه. ده حتى ان ست تعدي في الشارع ما بقاش امان. واحد خبط لي على دماغه، واحد خبط لي على دماغه. لا 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 لا. جرائم الإخوان هتفضل هي اللي شاهدة عليهم، لا كلامنا ولا كلامهم. في النهاية مصر عمرها ما هتبقى تبع الحكم الإخوان ولا أي جماعة تانية. مصر للمصريين.